عم الشيخ، عم الشيخ جاء خبر من الشيخ مجول. عم الشيخ هلا محمد، هلا محمد، هيا ولدي بشر. وين الربع؟ وينكم انتم؟ تطمن يا عمي، الشيخ مجول بخير والربع كلهم سالمين. وينهم الحين يا حمد؟ ويش اللي اخركم علينا يا حمد؟ شو صار وياكم؟ الحين احكي لكم السالفه. ايه تفضل. فوت يا ولدي فوت. سبق هوا. قل لي يا حمد، ما عرفتم منهم البواقين اللي هاجموكم؟ تراهم قرب عند ديره يا عمي، وما من شيء يدل عليهم او يشاور عن عشيرتهم، لكن بعون الله رديناهم خايبين منكسين. كفو يا ابوي كفو. ترى بايش جرى على ابن المصرب الغريب يقصد السلب والنهب. نشدتك بالله تصدقني عن جرح الشيخ مجول؟ تراه بخير وصحته زينه، وهو اللي طرشني يمكم خبركم انه يبي يجي وراي مع الربع يوم يطيب جرحه. زين زين، لكن علمنا الجرح كبير صغير مكسور، ايش اللي صابه؟ الاتكال على الشافي المعافي. تراه ما هو مجروح جرح خطير، لكن الله ستر، لولا الانجليزيه كان واحد من الغازين خلص عليه. لها انتم اشتريتم برودة انجليزية من الشام يا حمد؟ لله يا عمي، اقصد الخانة من الانجليزية اللي جت معانا. شنو؟